بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين. بغيتكم تنتبهوا من الأنف صاعدا. شتيوا هذا المعدنوس؟ حاليا لقينا راسنا على أنه كثير الناس عندهم الكبدة تضرهم وعندهم انتفاخ وواحلين، واش حقا المشكل تاع الأمعاء ولا كبدة عيانة؟ حتى ملي تيكون المشكل ديال الكلوي عيانين، فشل كلوي مع فقر الدم، لقينا راسنا هذا مع تنعص معدنوس تنغسلوه بزاف مع الماء او ماشي ديال خل التفاح، وتنطح وتنشفوه شويه في الثوب ديال القطن وتنطحنوه وتناكلوه اما مع التفاح كيف قلنا او مع ماء مغلي. تنديرو شويه الماء مغلي ونزيدو له خل التفاح ممكن ونشربوه لحالة الألم والقصوى، بخصوص الناس اللي عندهم الله يحفظ كبدة عيانة اللي ليباتيت سي ومسوس تبدا مكرش ما مرتاحش، أو عنده لي غاز في مصارنو، أو عنده الأمعاء ماشية هذي، أو عنده مشاكل ديال الكلوي. فشحال شحال طبات يخلعوا الناس بالمعدنوس الاختصاصيين في الكلى، تنقول لهم حماقة هذي، قلة العقل. نتوما منكم عطيو الناس كاس عطيوهم معدنوس خضر ياكلوه بوندون لا دياليز، وعطيو لهم ياكلوه 3 4 مرات في حتى 100 غرام، تنقي الكلاوي وتعالج فقر الدم عوض داك الدواء اللي تضربوا لهم مره في الشهر تسوى 12000 درهم. معدنوس يخرج الناس من فقر الدم، بالخصوص الناس اللي عندهم فشل كلوي. وهذا تيبني قنوات جديده، وهضرنا سلفا، وهذا تيطلع كلوه جديده ونقيه. انتبهوا معايا حاليا في نجاحات ديال المعدنوس. تصوروا المعدنوس تشدوا تنطحنوه في المرز، تنطحنوه مزيان حتى تيولي عجينه وحده، وتنشدوه وتنربطو على الجبهه. الناس اللي عندهم الشقيقه تيديروها 3 مرات في النهار، اقل شي مرات تبقى ساعه الا ربع حتى ساعه ونص، ممكن اللي بغى ينعس بها 3 ايام 4 ايام خفات الحاله ديال الصداع تاع الراس، داك الشقيقه لا ميغرين. وهذا اسلوب خدمنا به وعطانا نتائج في الحالات الاستعجاليه، واللي استعملوا 3 مرات في النهار اقل شي مره من يجي ينعس يخلي ساعه وربع لمده 3 اسابيع، الشقيقات يمكننا نتهناو منها بواحد 60 حتى 70%. بدليل الشقيقات تتعالج، وكاينين الناس اللي دخلوه ما يسمى بداك المتاهات ديال لي جين اي جينوم باش يخرجوا مواد اللي غريبه في علاج الشقيقه. خصنا نفرق ما نفرق خصنا نفرقوا بين جوج، بين راحه الانسان وسعاده الانسان وبين البيع والشراء. ثانيا هذا المعدنوس اللي تندقوا في المهراز وتن استعملوه كمادة العينين بوحدو او مشو ديال خيزو، اش لقينا؟ لقينا هذا المعدنوس مع خيزو كمادة العينين مره ملي تنجيو نعسو تيبقى واحد نص ساعه حتى ساعه وربع، ممكن استعملو 3 المرات ربع ساعه في ربع ساعه في ربع ساعه. الناس من بعد الاسبوع الاول والثاني حسوا انه لا طونسيون ديال العين تتقاد، حتى داك الالتهابات العينين ما تتبقاش بداك الحده، هذه خصها مده للعلاج. المعدنوس عباد الله فيه لا كلوروفيل وفيه المغنيسيوم زياده، وهذا المعدنوس فيه لا فيتامين سي مادام طري، وهذا المعدنوس فيه مواد جيده معدنيه او دي زونتي اوكسيدون مزيان، وهذو كلهم تيعاودوا ينشطوا القنوات الدمويه دونك لا بون اوكسيجيناسيون. تصوروا حاليا المعدنوس تندقوه في المهراز وتنستعملوه الناس اللي تلوات لهم يديهم او رجليهم لي زونتوكس، ملي تنطحنوه بوحدو وتنربطوه على اللونتوكس اما يدين او في الرجلين، خصوصا تلعبوا الكره. وعطيت الناس الرياضيين عطيت يديهم يديروها مع النحل ميت، النحل ميت تنقرصوه وتنستعملوه تدقوه مع المعدنوس وتنربطوه على الركيبات او المفاصل اللي عندهم لابولي ارتريت او عندهم دي تندينيت، تيربطوه هنا مزيان 3 مرات في النهار لمده 3 اسابيع، الالتهاب تيخف والارتروس تخف، ما تتعالج بهذه الطريقه، هذه تتخف، والعلاج ديالها هو النحل والحجامه والتغذيه الصحيه من زيت الزيتون على الريق. القراصنه هذا المعدنوس تيعالج لنا الالتهابات الاوليه والاستعجالات الاوليه، الناس اللي تيكونوا معيئات في المفاصل.
بولي ارتريت واخا مثلا المشاكل ديال لي زونتورس لي زارتروز وهكذا تنحسوا على لو بوفوار اوكسيجينون ديال المعدنوس ثم لو بوفوار انتي انفلاماتوار مهم جدا. كذلك من الغرائب اللي نجحنا فيها هذا المعدنوس هذا لقينا راسنا عطيناه لواحد السيده عندها 78 عام في تطوان وبنتها اختصاصيه في الامراض الجلديه. السيده عندها الوالده نازله وخصها عمليه استعجاليه مزيان. عطيناها المعدنوس خضر دقاتو في المهراز وخدات الثوم سلقناه في الماء سلق في الماء وعجناه تقريبا 11 حبه خلطناها مع المعدنوس ودرناها كاتابلازم مباشره على الجهاز البولي والجهاز التناسلي ثلاثه مرات في النهار تزيدوا مع شويه القرفه او شويه السكينجبير حسب الحاجه. اذا الثوم مسلوق 11 حبه معدنوس تقريبا واحد 200 غرام مدقوق في المراز وتنستعملوه عجينه مع شويه سكينجبير او شويه القرفه او بجوج ماشي مشكل خريقه ثلاثه المرات في النهار. ست ايام الاولى بالشهاده ديال البنت ديال هذه السيده اللي هي اختصاصيه في امراض جلديه طبيبه الوالده رجعت لبلاصتها مشات التعفن. عطيتها الكثير من النساء الحمد لله نتيجه متميزه. تصوروا تنخدموا بمواد طبيعيه كاينه في السوق تنعلموا تتعرفوا الجوده ديالها حيت يوميا تستعملوها وتستعملوها في بيوتكم بطريقه موضوعيه ما فيها لا بيع وشراء لا زياده في الهضره المقادير مضبوطه بالطريقه اللي عطيناكم هذه الماده العلاجيه الطريقه اللي عطيناكم تستعملوها كاتابلاز في المكان المعلوم المده معينه والوتيره المعلومه ثلاثه مرات في النهار حتى الخمسه وتيره اذا مده ديال اسبوع حنا تنقول حتى سبعه اسابيع كاين اللي دغيا تيستجب كاين اللي خصو وقيت. اش لقينا؟ انه اوبجيكتيفمون موضوعيا الى روبرودكتيبيليتي الانتاج نفس النجاح مع اكثر من 1000 واحد دليل على انه هذه طريقه علاجيه متميزه ما فيها لا بيع وشراء ما فيهاش تصنع ما فيهاش انه نحرجوا الناس باش يطيحوا عندنا في الشيء اللي بغينا حنا حنا بالعكس بغينا الموضوعيه ولقينا الناس نجحوا بطريقه ميسره. اذا دليل على انه هذا المعدنوس ماده قويه متميزه واستطرحوا بها النوع من النجاحات. من النجاحات الاخرى اللي تنطرحوا طحنت عندي استاذ جامعي اختصاصي قانون كان عنده دماله في المخرج لا فيستول والطب كلهم اجماعا قالوا له خصك عمليه جراحيه. قلت له طحن المعدنوس ديروا خريقه مباشره على لا فيستول ثلاثه مرات في النهار بدات تطيب وتتخرج العفن اللي فيها اقل من اسبوع ومع حسن المتابعه كاين حسن النتائج. اذا ما نبقاوش نقولوا للناس امراض مستعصيه هذه امور تتعالج ما نبقاوش نقولوا للناس مستحيل هذه امور ميسره بمواد طبيعيه اللي عندنا في البيت. اذا الصعوبه فينا حنا الا كان شي جهل فينا حنا الا كان شي عناد فينا حنا الا كان شي رحمه تنطلق من عندنا يرحمهم في الارض يرحمكم من في